تحركات عندكم هذا الموسم؟ عبد الرحمن الريو من الوحدة، محمد عطية بالإعارة من الشباب، وقعتوا عقود احترافية مع عايل الحقوي، العرياني إعارة، الحقوي من الشعلة، النخلي من الثقبة، ولاعب مواليد عثمان سالم من البكيرية. يعني أوكي هم لاعبين إن شاء الله يكونون إضافة بالنسبة لكم، ولكن اللي قاعدين نشوفه إحنا داخل الأندية الآن التحركات، الغالبية اللاعبين معروفين، يعني سبق أنهم حتى بعضهم لاعب منتخب. صحيح. شوف. ما بدرتوا تشوفوا لكم لعيبة من هالنوع. شوف علشان أكون معك صادق، إحنا لما كنا مهددين بالهبوط كنا نفكر في الوقعة في الحفرة اللي إحنا فيها، لابد أنك تعمل حسابها عشان تطلع منها. بعض التعاقدات إحنا ركزنا على لعيبة في أندية الدرجة الأولى وهم الأبرز في أندية الدرجة الأولى، وتعاقدنا ترى على فكرة معهم من بدري، خلصنا معهم من بدري يمكن والدوري شغال وبدون ما نعلن وبدون ما ليش كنا نفكر نحن لا سمح الله لو طحنا لو عندنا لعيبة، لأن اللعيبة اللي معك الموجودين في دوري المحترفين لا يمكن يوصلون معك بأي حال من الأحوال. صح صح. أنت الآن تحتاج لعيبة لعبوا في الدوري المحترفين. أيوة. إحنا الآن شغالين على أن إحنا نستقطب لعيبة يعملون لنا إضافة بالنسبة حتى على اللعيبة الأجانب، على الأجانب اللعيبة الأجانب. إحنا جالسين نشتغل والمدرب له متطلبات معينة، لكن خليني أصدق كل قول، تخيل إحنا نفاوض واحد من اللعيبة يعني عمره ما أنضم لمنتخب وتقريبا في نادي أو نادية اللعب، ولا قد سمعت يوم من الأيام أنه لعب في دوري من في واحد من الأندية الكبار، تتفاوضه يقول أبغى 4 مليون في السنة. هل يعقل الكلام هذا؟ لاعب كان كنتم تعطونه يعني كيف؟ كم لاعب عادي يقول مو لاعب؟ لا إحنا نفاوض، نتكلم مع وكيله وكل شيء، تفاجأ اللي يقول والله أنا أبغى 4 مليون. أنتوا حاطين له قيمة؟ طيب يعني إيه إحنا حاطين له قيمة بس إيه؟ لا يمكن نوصل للمبلغ ذا. إيه نعم. يعني مع احترامي أنا له شخصيا هو من حقه يطلب 10 مليون، يطلب 100 مليون، اللي يبغى. صحيح صحيح. لكن لا يبالغ، لا يبالغ. على فكرة ترى فريقه هبط. طيب أنت بالمبلغ هذا ما قلت لكم اليوم شغل محمد كله الغاز اليوم. عرفت فريقك يعني هابط وتطلب بالمبلغ هذا 700 ألف، يعني ما معقولة. لاعب سعودي ثاني، لاعب سعودي للأسف، لاعب سعودي يعني أسعارهم بكل صدق تضخمت، وهنا دور لجنة الاحتراف، دور حتى الرابطة، دور رؤساء الأندية، لابد يكون فيه ورشة عمل لحل المعضلة هذه. لاعب أنا ما شفته إلا يلعب شوط كبديل طوال الموسم الماضي، تفاوضه يقول ابغى 2 مليون. طيب ايش تبون بانتم دام ما عندنا؟ لا احنا ندور هذا المتاح، يعني هم ما في هذا الوسط اللي هذا المتاح، احنا نتكلم لك عن متاح. انت لا يمكن تروح تفاوض مثلا والله لاعب في النصر، لاعب في الهلال، في الاهلي يلعبون اساسيين، لا يمكن تفاوضهم، ما تقدر عليهم. يعني ابو محمد ما تقدر تاخذ من اللاعبين اللي في مثلا في النصر او في الهلال اللي استغنى عنهم او يستطيع لعيبه، ترى على فكره في لعيبه ما يلعب لا في النصر ولا مثلا في الهلال، تيجي تفاوضه تقول له تعال العب عندي يرفع، لا والله انا مرتاح، راتبي يصرف وعند اهلي ومبسوط وزملائي. طيب لا بيستغني عن النادي اصلا او بيبغى يعيره، ما يقدر النادي يتصرف معه، يقول لك انا عقدي ملزم بعقدي ولا في النادي ولا تقدر تلزمه، يقول مجلس. على اعطيك معلومه، انا كان في واحد من اللعيبه اول واحد يحضر للتمرين واخر واحد يحضر، ولا اقدر اخصم عليه ولا عمره لعب معي مباراه، ولا اقدر اخصم عليه حاجه، حتى المدرب أقول له أكتب تقرير فيه إنه كذا، قال يا أخي يؤدي التمارين بجد وبنشاط ويحضر قبل التمرين، 100% فني بس ما يقدر، هبوط مستوى بس ما يقدر، يقول هذا مستوى عنده عقد من أول، هذا هذا بغرات بس هذا ترجع، لا بس هذا ترجع للاختيار، يعني في مسؤولية أيضا سواء المدرب الإدارة، ما تقدر بس قال أبو محمد جبته. الاحتراف عندنا لوائح الاحتراف لابد من تطويرها، يعني تبغى تسعير اللاعبين، كيف تبغى اللاعبين يسعرون يعني؟ لا يبغى مثلا على عدد مباريات مشاركته، انا اللاعب هذا شارك منتخب المفروض له ليفل معين، اللي ما راح للمنتخب هذا ليفل معين، اللي لعب مثلا في فئات سنيه ومدري فين وذا ولا ما مثل فريق اول هذا له ليفل معين.